كنتواجدوا الان في شاطئ الحلق اللي ما كيبعدش بزاف على شاطئ السعيديه بواحد 8 ديال الكيلومترات او 7 ديال الكيلومترات، وكذلك على شاطئ قابو ياوا 8 ديال الكيلومترات. شاطئ متميز بالنقاء ديالو، ما بقاتش شويه يا سيدي مزيان جيت روطال قول لي ياك يا سيدي. شكرا، ان شاء الله ضروري ضروري ان شاء الله. النهار البحر هايج شويه ولكن الدعوه مبرده تبارك الله، البحر كيوصل حتى لهنايا. شوف تبارك الله عليكم الخوت، نهار كبير هذا، صباح الخير عليكم. هذا الصباح هذا توجهنا لشاطئ الحلق اللي ما كيبعدش بزاف على شاطئ السعيديه بواحد 7 ديال الكيلومترات تقريبا، وكذلك على شاطئ راس الماء كاب دولو واحد 8 ديال الكيلومترات تقريبا، جا في الوسط. شاطئ متميز بالنقاء ديالو، غادي نشوفوه جميع ان شاء الله ونكتشفوه. ودائما البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد ان شاء الله مع الفيديوهات اللي كنديروا لكم ان شاء الله. دائما كنحاولوا نبارطاجيو معكم الاجواء الساحره ديال شواطئ المملكه المغربيه ان شاء الله. هذا هو شاطئ الحلق مملوء عن اخره كما كتشوفوا. بالنسبه لهذيك الحجره اللي راها الفوق، ها هي فين راها، هذاك هو السعيديه، هذاك الجزائر، الحدود الجزائريه المغربيه، وكتعتبر هذا كامل شاطئ السعيديه بصح مقسم. هاد البلاصه هذه اللي كنتواجدوا فيها الان سميتها الحلق، هاي بلاصه الحلق، مصب ملويه، راه قريب منا ماشي بعيد منا مصب ملويه. هنايا كاين محميه الطيور مهاجره، في كيكون في كيجيو الطيور المهاجره داك الواد البلاصه لهي. بالنسبه للباركينغ هو كلهي عند الطريق، كاين باركينغ هو كلهي باركينغ، هادو داروهم هنايا باش ما تكونش نجيره في التربه، لحقاش كاين نجيره في التربه هنايا، وداروا هاد البلاصه هادي فين يتمشوا. كاين زوج، كاين هادي وكاين هادي اللي على الرمله، ها هي ان شاء الله نزيدو قدام ونشوفوا الشاطئ كي داير. يبان لي هذا النهار راه مزيان، العوين راه يصوت تبارك الله كما كتشوفوا، والناس راه عاد كتجي مباشره معكم من شاطئ الحلق الرائع، الشاطئ عائلي متميز ان شاء الله. غادي نزيدو قدام باش نشوفو لكم، باش نشوفو جميع الشاطئ زوين. الحجرة ديال كاب دولو هي كتبان منا، هاهي الحجرة ديال كاب دولو. بالنسبة لكاب دولو راه ماشي بعيد بزاف، تقريبا واحد 8 ديال الكيلومترات. بسم الله، الرمال الذهبية، حافظوا على شواطئنا، ارميو السطح في البوادر الله يجازيكم بخير. طاجين الشوايه، اتاي الشوايه راه كاينه، ما عرفتش شحال كيديروا. هذا هو البحر ديال الحلق تبارك الله، البحر هايج، جاوا الناس تبارك الله باش يستمتعوا باليوم الجميل كما كتشوفوا. الحمد لله، كاين كراسة هنايا، ما تنساوش البارطاج والاشتراك في القناة باش يوصلكم الجديد إن شاء الله مع فيديوهات ديالنا اللي كنديروا ان شاء الله. دائما كنحاولوا نبارطاجيو معكم. راها منا وهي غاديه باراسورات حتى السعيديه، تقريبا منا حتى السعيديه، ولكن جبده طريق الخطره تعرف ولا، راه واحد المسافه اللي كبيره بزاف عندك منا حتى السعيديه. انت ما تشوف هذيك راه الجزائر،
الى جينا نقولوا 14 كيلومتر تقريبا اطول شاطئ في المملكه المغربيه هي السعيديه، في 14 كيلومتر نكمل الحلق حتى للسعيديه، يعني تقريبا رمله كما نقولوا حنايا صينيه ما فيها لا حجر لا والو. الله الله الله، واحد الجو اللي زوين بزاف والناس راها جات تبارك الله تعوم. كاين اللي كيبغي يبعد شويه على الضجيج، هذا هو المكان المناسب، هو الحلق الا بغيت تبعد على الضجيج وعلى الدحاس. نشاط كيوصلوا له غير الناس الزينين، عائلات وصحاب السيارات اللي كيوصلوا له هنايا. مول بيني الله يجيب التيسير. يعجبني الانسان اللي يخدم على راسه ويخدم على والديه. ها هو مسكين داير البيني وراه كيبيع مزيان. الجو هنا رائع بصراحة. واحد الهدوء زوين بزاف، الراحة النفسية ياك. حنا كنتواجدو الآن في شاطئ الحلق اللي مكيبعدش بزاف على شاطئ السعيدية، بواحد 8 ديال الكيلومترات أو 7 ديال الكيلومترات، وكذلك على شاطئ قابوياوا 8 ديال الكيلومترات. شاطئ متميز بالنقاء ديالو، وكذلك كيمتاز بالشاطئ ديالو يعني الهادئ بصراحة. وبالنسبة كيجولو هنا الناس العائلة، هنا غير عائلة هنايا، وكتوفر على الطاجين مثلا، كيديروا الطاجين ولا التاي والشوايه مأكولات هنايا. كاين واحد الحانوت اللي كيبيع طونيك وداك الشيء ديال المناضه. اللهم بارك. دائما كنبارطاجيو معكم الاجواء ديال الصيف كاب. هذا النهار ريح تبارك الله، الدعوة بالرده ما شاء الله.